هالمنظمة العظيمة. أول شيء كل عام أنت بخير لقواتنا المسلحة الباسلة، كل عام أنت بخير لقائدنا العظيم السيد الدكتور الرئيس القائد بشار الأسد. تحية وإن شاء الله النصر قادم بإذن الله بهمة قواتنا المسلحة. الجيش يا سلام، والله نحن عاجزين عن رد الشميل، عاجزين. أنا لحد اليوم بتمنى أكون ضابط بالجيش، عمري 60 سنة، الجيش رقم واحد ونحن وراه. والله يوفق الجميع، والله يرحم الشهداء ويشفي الجرح. كل عام وكل جندي سوري واقف حامل سلاحه ضد الإرهاب، ضد الأعداء، كل عام هو بألف خير يا رب. كل عام وانتم بخير، كل الجيش العربي السوري يكونوا بألف خير والله يحميهم. الله يحمي الجيش وقائد الجيش، والله ينصرك على من يعاديك. ان شاء الله كل عام بخير الجيش وقائد الجيش، وان شاء الله سوريا كلها بخير يا رب. يحيى الجيش العربي السوري المدافع عن الوطن وحمى الوطن وقدم كثير من الشهداء في سبيل الدفاع عن الوطن. تحية لكل الضباط وصف الضباط وافراد الضباط وكل جندي الجيش العربي السوري. حابة عايد الجيش العربي السوري كله، لأنه هو الوحيد اللي حمانا وأمن علينا. الله يعطي العافية ويرحم الشهداء كلياتهم وينصرهم عمين يعاديهم يا رب العالمين. ينعاد على كل عسكري شريف بهالبلد، وكل عام وانتم بألف خير. إن شاء الله الكل ظلوا خير وسلامة، وكل عام وانتم بخير أنتم والجيش العربي كله. كل عام وهن بألف خير ومشكورة جهودهم بيوجه كل هالتحديات، الظروف الجوية والمناخية والشوب. بوجه لهم ألف تحية. ألف تحية للجيش العربي الباسل يلي بذل بأقصى ما يمكنها يا أخي. لولا هذا الجيش العظيم لما نحن موجودون هنا. حماكم الله حماة النصر.